أمس الخميس أثناء زيارة السيد الرئيس لمدينة المنيا، قام سيادته بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من مدينة المنيا وحتى مدينة القوسية بطول 60 كيلومتر مربع بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بعرض 6 حارات في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني. طبعا معلوم ان الطريق الصعيد الصحراوي الغربي ده هيكون ان شاء الله طفرة هائلة لجمهورية مصر العربية في شبكة الطرق، واللي هيمتد لمسافة 1155 كيلو متر مربع، وهيوصل إلى ميناء أرقين على حدود السودان. وهذا المحور أو هذا الطريق الصحراوي هيساعد بشكل كبير على ربط مصر بعدد 9 دول أفريقية، مما يساعد بشكل أكبر على الانتعاش الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول، بالإضافة إلى تصدير الكهرباء لتلك الدول.